للأسف إن يعني إحنا مشكلتنا في الكويت مشكلة وعي مجتمعي تجاه المرأة. للأسف إن يعني تظهر لدينا أصوات تبرر قتل الشرف بدافع أنه هو لا يقل عن دفاع عن النفس، غير محترمين كيان المرأة واستقلاليتها. إحنا مشكلتنا في الكويت مشكلة وعي، مشكلة عدم احترام لكيان المرأة، ويعدونها في مرتبة أدنى من الرجل في المجتمع. لا تتمتع باستقلالية، لا تتمتع بحرية اختيار قرارات حياتها. نساء يقتلون بسبب أنهم طلبوا نعم أستاذة دلال، ولكن المرأة في الكويت يعني المرأة في الكويت أخذت يعني مناصب قيادية. ولكن عندي سؤال، أنا لاحظت بأن لكم تحفظات أنتم كناشطات على قانون الشرف في الكويت وطالبتم بتعديله، وش تحفظاتكم أو لماذا طلبتم مثل هذه المطالبات؟ هذا القانون يعتبر إهانة بالنسبة لقانون الجزاء وبالنسبة للحقوق لحقوق الإنسان. الكويت موقع على ميثاق حقوق الإنسان، وهذا القانون يعتبر كسبة في الكويت. شلون أنا أخلي القانون المفروض يحميني أنا من الجريمة، شلون أخلي القانون إنه يشجع على الجريمة؟ لدينا هناك العديد من الحالات قتلت نساء ولكن دفعوا في النيابة في أن هي والله قتل شرف. أوكي، النيابة ما أخذت بهذا الدفاع بأنه لازم يستلزم على الشخص أن يكون في حالة تلبس وهذا، ولكن شنو هالتمييز الجنسي أن أنا أخلي للرجل أنه يأخذ حكمة بيده، بينما المرأة إذا سوت نفس الفعل يعني عادي تروح فيها بإعدام، يطبق عليها مادة 149 و150 من قانون الجزاء. أنا ما أدري شنو هالمبررات.